الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الطلبة النجباء والأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا أن الجرجاني بعد أن بين أراد أن يبين وجه يعني السر في كون وجه الشبه يكون بعيدا أحيانا وأحيانا يكون قريبا، وإذا كان موجود لهذا الشكل يعني كان سائل يسأل، قل إذا كان هو بين شيئين هناك موجود وجه شبه، فلماذا يكون في بعضها بعيد وفي بعضهما قريب؟ قلنا أن أرجع ذلك إلى أن وجه الشبه إما أن يدرك بالجملة أو يدرك بالتفصيل، يعني من خلال النظرة العامة الشمولية الأولى عبرها بالجملة أو النظرة التفصيلية. فالذي يدرك بالنظرة المجملة الأولى يكون عادة قريب يتبادر الذهن إليه، لكن حينما يخش بالتفصيلات طبعا هذا ما راح نلتفت له إلا بخصوصية معينة، فهذا يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر. ثم ذكر أنه عندما نقول وجه الشبه قريب لا نعني بذلك أننا يعني نستحسنه دائما، وإنما يجب يشترط أيضا ويشترط الظاهر، يقول إذا كان هذا وجه الشبه بحيث مما تدركه العين وعلى الذكر دائما وأبدا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون وجه الشبه مبتذلا ونازلا. لا، احنا تمام نريد مفهوم بالجملة، ولكن لا يكون قد تكرر استعماله بدرجة أنه أصبح مبتذلا ونازلا ومرفوضا. هذا ذكرناه. ثم بعد ذلك أخذ يبين لنا قلنا السر، فأرجع مرة إلى النظرة العجلة الجملية، ومرة أن تكون مثلا يكون وجه الشبه مذكور دائما على الذكر، يعني مما يتعاطى، فطبعا يكون أو إحنا مما نراها مثلا دائما نرى الحمرة نرى السواد نرى الكذا، فإذا نشبه أحدهم بالآخر هذا يكون وجه الشبه فيه قريب لأنه دائما على الذكر وأمام البصر. ثم بينا احنا كيف ندخل من الجملة الى التفصيل، يعني قال التفصيل يكون على انحاء، التفصيل يكون على انحاء، اما ان احنا نفصل بان نجي الى اجزاء الشيء ننثرها امامنا وذاك اجزاء الطرف الثاني امامنا، ثم نلاحظ الاجزاء فنجد قد نجد ونفتش عن شبه بينهما، فقد نجد أن هذا الجزء من هذا الطرف يشابه ذلك الجزء من ذلك الطرف، فنلمح بينهما وجه شبه، فنأخذ نعقد التشبيه بينهما من خلال هذه الناحية وندع الأجزاء الأخرى لأنه لا حاجة لنا بها، لأن لا وجود لشبه بين أجزائها. هذا حالة. حالة ثانية، لا، الحالة الثانية هي أنه إحنا نجي نلاحظ الشيء بتفصيلاته، الطرف الأول والطرف الثاني بتفصيلاته، ثم نشكل من تفصيلات الطرف الأول صورة ومن تفصيلات الطرف الثاني صورة، نلحظ أن الصورة المؤلفة من تفصيلات الطرف الأول تشابه الصورة المؤلفة من تفصيلات الطرف الثاني، ونعقد بينهما التشبيه، وهذا ما يمكن أن نسميه التشبيه المركب. هذا باصطلاحهم يسمى ماذا؟ يسمى التشبيه المركب، يكون بين مجموعة من هنا ومجموعة أخرى من هناك. طيب الآن هذا النوع الثاني من التفصيل، اجي للنوع الثالث. شوف الآن النوع الثالث كيف يكون، وأرجو أن تلتفتوا دقيقة. النوع الثالث قال يأتينا مما يلي، احنا نلاحظ تفصيلات هذا الشيء وهذا الشيء،
وناخذ جزء بجزء، لكن مو جزء مستقل، جزء بلحاظ معين بجزء من لحاظ شنو معين. مثلا نفرض نجي الى الطرف الاول، الطرف الاول نفرض ب على سبيل المثال فيه صوت، نفرض الطرف الاول فيه صوت، صوت فيه لون، فيه حركة، وفيه مثلا يعني شكل معين، هيئة معينة. هذا الثاني أيضا صوت ولون وحركة وشكل وإلى آخره. أنا وجدت مثلا بين هذا الطرف الأول الصوت ماله يشبه صوت هذا، ولكن مو مطلقا، شوف، بإضافة شيء معه، يعني صوته في السحر أو صوته الهادئ يشبه صوت ذاك الهادئ، أو صوته في السحر يشبه ذاك صوت ذاك حينما يكون مثلا واقفا على كذا وكذا، أو الطاحونة حينما كانت تدور. يعني أنا أعطيت التفصيلات وما شبهت هذا الطرف الأول ككل بالطرف الثاني ككل بجميع تفصيلاته، ولا قلت هذا اللون مثل هذا اللون أو هذا الصوت مثل هذا الصوت باعتبار كل منهما أسود وأحمر وأبيض، لا، قلت هذا اللون في حالة نشره مثلا يشبه لون هذا الطرف في حالة ما إذا كان يعني معلقا، في يعني أعطيت الصفات جزئية أخرى وياها بلحاظ معين، حينئذ هذا أيضا لون من ألوان التشبيه. فمثلا يقول أنت، يقول عبد القاهر، يقول الوجه الثالث هذا النوع أن تفصل بأن تنظر إلى خاصة بعض الجنس كالتي تجدها في صوت البازي وعين الديك. أكو خاصية في صوت البازي معينة، هو تمام صوت بس بخاصية، هاي الخاصية الموجودة به تشبهها بخاصية أخرى. عين الديك بها خاصية معينة، مو كباقي العيون، هذه الخاصية الموجودة في عين الديك تشبهها بخاصية في الطرف الثاني تشبهها، هذا المقصود بالتفصيل هنا. فأنت تأبى أن تمر على جملة أن هذا صوت وذاك حمرة، ولكن تفصل فتقول فيهما ما ليس في كل صوت وكل حمرة. زين، احنا بنقول التفصيل والتشبيه المركب. طبعا واحنا قلنا لما نفصل ونشكل صورة من هذا التفصيل راح يتكون عندي في الحالة تشبيه مركب. التشبيه المركب يجينا عن طريق التفصيل، يعني لا يشترط في كل تفصيل أن يكون تشبيها مركبا، وإنما التشبيه المركب يأتينا عن طريق التفصيل. كيف؟ بأن تجمع بين شيئين، شيئين من الطرف الأول شكل منهم صورة، وشيئين من الطرف الثاني وتشكل منهم صورة، ثم تحاول أن تشبه هذين الشيئين من الطرف الأول بهذين الشيئين اللذين هما من الطرف ماذا؟ الثاني. فتقول مثلا، وهذا يكون على طريق، يعني على نحوين. النحو الأول أن يكون شيئا بقدر الشبه وبصفته أو لا يكون. النحو الأول أنك أنت هذا اللي راح تسويهم، يعني تجمع من عندهم، تحاول أن تصوغهم صياغة وتشكل من عندهم ماذا؟ شكل من عندهم صورة، تريد منها أن هذه الصفة متوفرة هنا بقدر توفرها هناك، أو أنها لا تتوفر مثلا. فإذا النوع الأول هو صهر، يعني تعبيره لا يفهم من هذا، بس أنا فهمكم اللي قصده بالضبط من الأمثلة اللي ساقة. النوع الأول هو صهر للأجزاء مع بعضها وتشكيل صورة هيئة بهيئة. النوع الثاني جمع بين شيئين تقريبا يمكن فصلهما، شوف. وبعدين النوع الأول
يكون مجرد تخيل، أخيل منها الصورة أنها تشبه هذه الصورة من حيث الخيال فقط، وإلى على نحو الحقيقة ما موجودة. النوع الثاني لا، قد تكون موجودة. لاحظ مثلا النوع الأول هو شنو؟ النوع الأول مثلا وكأن كأن عيون النرجس لما شبه عندنا هنا عيون النرجس بمداهن در حشوهن عقيق. لاحظون شبه ماذا؟ شبه عيون النرجس، حينما نشبه عيون النرجس ونقول أن حشوهن ماذا يكون حشوهن؟ يكون حشوهن عقيق. عموما كأن عيون النرجس الغض، كأن عيون النرجس الغض حولنا كذا مداهن در حشوهن عقيق. النرجس يبدو لي هكذا غض، وبداخل الأسدية تكون مائلة للحمرة، فشبه عيون النرجس بمداهن در، مو فقط مداهن در وإنما حشوهن ماذا؟ حقيق. طبعا هذا شبه صورة عيون النرجس، شوف كلها وبداخلها ماذا؟ داخلها هذا الأسدية اللي تميل لونها إلى الأحمر، هذه كلها مع الذي تستند عليه شبهها بمدهنة. هاي المدهنة ممن؟ من در لونها أبيض، والحشو مالها شنو؟ عقيق. إذا أخذ هاي الصورة، شكل الطرف الأول شكل ما عنده صورة من أوراق عيون النرجس والأسدية اللي بداخلها، شكل صورة، بعدين شبهها بمدهن الدر وفي داخلها حشو ممن؟ من عقيق، اشترط بها أن يكون كذلك. زين، هل هناك مداهن در حشوهن عقيق؟ ماكو شيء يعني. هو المدهنة إذا كانت مدهنة المفروض تحشى بالدهن ولا تحشى بالعقيق، لكن هو تخيل، هذا مجرد وهم. هذا النوع الأول فيه المركب. النوع الثاني لا، نجمع الشيئين إلى بعضهما وقد لا يكون بينهما، وقد فعلا يكون أحدهما يمكن يعني موجود، مو احنا نتخيله. مثل يجي واحد يقول لما طلع الفجر، لاحظ يقول غدا والصبح تحت الليل باد كطفل أشهب ملقى الجلال، شبه يعني خروجه، خرج الفجر، قال خرجت وشبه الفجر أول طلوعه بالأفق يكون لونها أبيض وباقي السماء تكون لونها شنو؟ سوداء. شبهها بطرف أشهب، يعني نفض حمار أو ابن الحمار، وكان لونه أشهب بمعنى مائل للسواد، وعليه جلال، مشكل أشهب في الحقيقة، والأشهب لونه قريب للبياض يعني، وعليه جلال، جلال يكون أسود، والجلال مال عنه فظهر بياض بطنه قليلا فصار بياض مع السواد. طبعا أن يكون حمار وعليه جلال هذا أمر ممكن موجود يعني، ليس مستبعد. وبعدين نشوف هو طائجة يعني حبكنا الصورة حبكا، وإنما جمع بين شيئين، ولكن هذان شيئان موجودان، يمكن أن يكونا موجودين في الواقع، واقع الحال. وهكذا تشوف يجي يستعرض كثيرا من الأمثلة الموجودة في على التشبيه المركب. مثلا من النوع الأول اللي هو واقع على أنه نتوهم أن الصورة ممكنة،
مثل هذه كأن عيون النرجس الغربي بيننا أو حولنا. هذه نتوهم بأن هناك من الممكن أن تأتي صورة مدهنة من در والحشمة العقيق. هذا مبني على التوهم والتصور والتخيل وليس بناء على الناحية الحقيقية. فلاحظ ماذا يقول. يقول للبرق فيها، يقول إذا من جملة يعني غير هذه من جملة، يقول إذا تبدى البرق منها خلته، يعني أمثلة على التشبيه المركب لنقراها. إذا تبدى البرق منها خلته بطن شجاع في كثيب يضطرب، وتارة تبصره كأنه أبلغ ما لجله حين وثى. نظير البيت الثاني السابق اللي قلنا غدا والصبح تحت الليل باد كطرف أشهب ملقى الجلال. يقول هذا تشوفه كأنه كأنه أبلق، يعني حمار أبلق مال البياض وما لجله عنه حين وثب، فظهر بياض بطنه أو ظهره. ثم مثلا لاحظ يجي شخص آخر يريد أن يريك بياض البرق في سواد الغمام، فماذا يقول في الحالة؟ يقول هذا بن بابك، يقول للبرق فيها لهب طائش كما يعرى الفرس الأبلق. يعني أيضا شبه البرق حينما يظهر في السماء بفرس أبلق وقد عري من جله، من الجلال، الجلال الذي يوضع على ظهر الفرس أو على ظهر الحمار، الجلال خاص بالحمار ويغطي من ظهره ويحزم على بطنه، هذا معناه. فشوف كلهم دي يشبهوا بهذا التشبيه لأن الصور عادة تكون متقاربة. ثم هذا القسم الثاني الذي يدخل في الوجود، هذا ما تشبيه الجل وما شاكل ذلك، هذا مما ما يتسع فيه الخيال. يعني احنا ضربنا امثلة على القسم الاول، مثلا هذا يقول وكأن اجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط ازرق. هذا ايضا من التشبيه ماذا؟ المركب، لانه لم يشبه كل جزء بجزء اخر وانما اخذها بشكل مجموع. وكذلك قوله أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، فكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، أيضا هذه هي من التشبيه المركب. زين. ثم ذكرنا فيما مضى أنه الشيء يمر على العيون أحيانا كثيرا لا يدقق فيه، وأحيانا تكون العبرة في التفصيل، يعني يمر على عينك أنت وما تدقق في تفصيلاته، لكن يجي شعر ويدقق في تفصيلاته ويكتشف فيه وجه شبه. إن هذه مثلا المعارك دائما الناس كانت تشاهدها، وفي المعركة الخيول تسير وتثير من حوافرها الغبار مشكل ويغطي ساحة المعركة وإلى آخره، هذا أمر مألوف للمعارك. لكن تلاحظ يجي الشاعر ويلحظ شبه، زي نحن دائما نشوف السماء ونشوف نجومها ونشوف المعارك ونشوف السيوف، بس احنا يوميا يعني ومع السماء يوميا نشوفها وتمر على عيوننا، بس نحن لا نلتفت الى تفصيلاتها. لكن الشاعر لما يجي يلتفت الى تفصيلاتها يكتشف وجه شبه اخر. لذلك قال بشار، قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا واسيافنا ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، كأن
متأمل مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. شوف كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، كأنها الليل الذي تتهاوى كواكبه. زين، هنا عن هاي الصورة كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، هذه صورة، صورة محترمة. بس منين جتي؟ جتي هذه الصورة من التفصيلات، دخلنا في تفصيلاتها. احنا السماء نشوفها دائما نشوف بها النجوم، واحيانا نشوف النجمة لما نقول خرت نجمة بمعنى تهوي، هذه الشهب والنيازك حينما تسقط وتلامس طبقة الهواء في جو الأرض بسرعتها تحترق، فيكون لها يكون لها شنو ضوء لامع كالبرق تقريبا. هذه نشوفها احنا، نشوف المعارك ونشوف السيوف، ولكن الشاعر رآها برأي بنظرة أخرى لنكتشف من خلالها وجه شبه. فشون كان التشبيه؟ لاحظوا هنا، جمع الشاعر هذا مثار النقع الغبار ليثير الذي تثيره الخيل، يعني الفرسان حينما يقاتلون في المعركة وحوافر تثير الغبار، كذلك الناس المشاة أيضا مركضهم أيضا يخلفون خلفهم غبارا، هذا الغبار يسموه مثار النقع يسموه. فمثاره أي إثارته حينما يعلو في الجو نتيجة للحركة المستمرة. فيقول شدة هذا النقع الغبار كان كثيفا لكثرة المقاتلين وكثرة حركتهم، فغطى أشعة الشمس، حجب أشعة الشمس عنا فلا نرى فيها، صار كأنه ليل، فلا نرى من خلال هذا الليل اللي كونه مثار النقع، لا نرى إلا لمعان السيوف وهي تهوي أو تصول وتجول بين المقاتلين. فشبه هذا المنظر، الغبار اللي حجب الرؤية وصارت النهار انقلب إلى ليل أسود، ولمعان السيوف وهي تهوي وتتحرك يمنة ويسرى بالمصاولة، شبهها بمن؟ بالليل اللي يكون لونه أسود والكواكب تتهاوى فيه تتساقط. هذه صورة نقول ما كان يلتفت إليها إلا بدقة وليقظة الشاعر، ودخل إليها من خلال التفصيلات. وهكذا هناك بقية شنو الأمثلة. أحيانا يكون أن الجنس أن الطرفين اللذين يريد الشاعر أن يعقد بينهما تشابها أو تشبيها يكون الطرفان من جنس واحد، إلا أن في أحدهما تفصيل زائد على ما في الآخر. هما من جنس واحد إلا أن في أحدهما تفصيل زائد على ما في الجنس الآخر، من ذلك قولهم وطاف بها ساق أديب بمبزل كخنجر عيار صناعته الفتك، كخنجر عيار صناعته ماذا؟ الفتك. زين، وطاف بها ساق أديب، ساق أديب بمبزل كخنجر عيار صناعته الفتك، وحمل آذريونه فوق أذنه ككأس عقيق في قرارته مسك. وعقوله مداهن من ذهب فيها بقايا غالية، حيث أن الأول ينقص عن الثاني شيئا، وذلك أن السواد الذي في باطن الآذريون الموضوع بإزاء الغالي والمسك فيها أمران.
لاحظ شلون؟ يعني احد الطرفين واثنينهم من جنس واحد، اثنينهم بهن سواد، الا ان الفرق بينهما شنو؟ بيننا يا الجرجاني، الا ان فيهما امران، احدهما انه ليس بشامل لها هذا السواد، والثاني ان هذا السواد ليس صورته صورة الدرهم في قعرها، اعني انه لم يستدر هناك بل ارتفع من قعر الدائرة حتى اخذ شيئا من سمكهما من كل الجهات، وله في منقطع هيئة تشبه اثار الغالية في جوانب المدهن. اذا كانت بقية عن الاصابع. فاذا ان احيانا قد يكون الجنسين، قد يكون الجنسان او الطرفان من جنس واحد، الا ان وتركيبهما على حقيقة واحدة، ولكن بقى شنو؟ ان يكون في احدهما فضل استقصاء ليس في الاخر. مداهن من ذهب فيها بقايا غالية، يعني هاي مداهن من ذهب ولكن فيها بقايا غالية، فيها شيء يعني، وذاك هم اثنينهم على نحو الحقيقة متشابهان، الا ان في احدهما شيء لا يوجد. وين؟ لا يوجد في الطرف الاول. زين. ومن غرائب الاستقصاء يعني التفصيل والتدقيق في هذا التفصيل، قد يكشف للشاعر حقائق يعني غريبة ما كان ليصل إليها لولا يقظته العقلية. فهو يستسهل إن الجرجاني بمجموعة من من الأبيات يرى الجرجاني فيها هو نفسه، يرى فيها يعني غرابة في الوصول إلى وجه الشبه، يعني راها جميلة، وأنها أن الشعر لم يهتدي إلى هذا الوجه من الشبه إلا بعد استقصاء وتفحص وتدبر وإلى آخره. يقول مثلا كأن من ذلك، يعني يستحسن هذا البيت لعبد الله بن المعتز الذي يقول فيه كأن وضوء الصبح يستعجل الدجى. شوف، كأن وضوء الصبح يستعجل الدجى، كأن شنو؟ نطير غرابا ذا قواد مجوني. كأن وضوء الصبح يستعجل الدجى، نطير غرابا ذا قوادم جوني. لاحظ، الصبح يستعجل الدجى، بمعنى الفجر طلع وبدا الدجى يهرب والصبح اثره باثره. تعرفون لما يجي الفجر طبعا من جهه الشرق يبرز الخيط الابيض من الخيط الاسود، ثم يصعد النور يصعد الى ان والليل ينحدر، يعني كل ما يصعد الفجر ينهزم ماذا؟ ينهزم امامه من؟ الليل، حتى يذهب الليل في ادباره، ينتهي من عنده. هل العملية هذه عملية ذهاب الليل يعني شبهها شنو؟ يقول كأنه غراب اسود ودن طير، احنا نثير نقول له اهرب، هو غراب اسود وله قواد غراب وله قوادم جون، له قوادم سوداء، باعتبار الغراب يعني شوف هذا البيت كان وضوء الصبح يستعجل دجا يطير غرابا ذا قوادم جوني. القوادم هي طرف الجناح، هذا الريش الكبير يكون بالاعلى، اعلى الريش يعني اعلى ريش في الجناح، في الجناح يسموه القوادم. فلما يمدها القوادم سود، وبطنه شنو؟ بطنه بيضاء، فيشكل الصبح وجاي يطرد الليل مثل غراب طير، فتبين بطنه البيضاء تطرد ماذا؟ تطرد القوادم السوداء.
يعني حتى إباط الغراب يكون أبيض، فتشبيه لطيف رائع لا بأس به. طبعا هذا يقول ما كان يمكن أن يلتفت إليه الشاعر إلا يعني بعد التدبر، ويعتبر هاي من غرائب أو من بدائع هذا اللون من التشبيه. ومما حقه أيضا أن يكون على فرط الاستقصاء في التشبيه وفضل العناية بالتأكيد ما بدأ به، يعني اللي أيضا يكون قائم على فرط الاستقصاء في التشبيه وفضل العناية بتأكيد ما بدأ به، مثل من قول ابن فارس في صفة البازي. بازي أيضا بمعنى الباز بمعنى الصقر يعني تقريبا من الطيور الجارحة. يقول كأن عينيه، شوف يصف هذا البازي، عيني البازي كأن عينيه إذا مثأرا فصاني قيضا من عقيق أحمر، كأن عينيه إذا ما أثئر فصاني قيضا، أو كأن عينيه إذا ما أثأر فصاني قيضا من عقيق أحمر في هامة غلباء تهدي منسرا كعطفة الجيم بكف أعسرا. يصف عينيه يعني مهم الخلاصة لا أعطيكم، مثل ما يكتب الأعسر اللي يكتب اليسرى شلون يكتب الجيم شوية تكون مرتجة، فعين هذا المنسر هما كعيني عطفة الجيم كعطفة الجيم في يد المعسر. زين انا انتهينا من عنده. أما بنجي إلى فصل آخر يتعرف فيه الجرجاني، يبين الوجوه أو الطرق التي يحسن فيها التشبيه، متى يحسن التشبيه ومتى لا يحسن. من يجينا هذا الجرجاني يحاول أن يبينها لنا. فمثلا يقول ما يزيد التشبيه سحرا أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركات. ليش؟ يقول لأنه الهيئة المقصودة تجي إما أن تقترن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون أو بالحركة. صح؟ يقول لما نجي إلى تشبيه صورة بصورة أو هيئة بهيئة أيهما أفضل؟ لا يجي فصل القول يقول هذه الهيئة إما نلحظ فيها اللون والشكل أو نلحظ فيها الحركة. يعني مثلا اللون والشكل هاي مثلا وكأن أجرام السماء لوامعا درر نثرن على بساط أزرق والشكل، أو وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد شنو أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. كل عدنا هذا وعدنا هذا تمام، والاثنين يعني ممكن العمل بهن. لكن لا، لكن يقول هذا الشاعر أفضل التشبيه اللي ما يجي يعني الذي الهيئة لا تقتنن فيه باللون. استهنان الهيئة وكان أجرام السماء لوامعا الجرم لامع وأبيض ويلمع، والدرر أيضا بيضاء لامعة، السماء لونها أزرق، البساط الأزرق لونه أزرق، شبه السماء من حيث الشكل بالبساط ومن حيث اللون بالزرقة تمام. هذا كله رعي فيه الشكل واللون. يقول هذا جميل، لا هو لا ينكره كونه جميلا يعني لا ينكر جماله، ولكن يقول الأجمل منه والذي يكون أوقع في النفس هو أن تقترن الصورة الهيئة يعني هيئة التشبيه أن تقترن بالحركة لا باللون ولا بالشكل.
والحركة مالتها. فهو معجب بهذا البيت، والشمس كالمرآة في كف الأشل. نقول شوف لاحظ انت هنا هي صورة الشمس وهي تتموج كصورة المرآة في كف الأشل تتموج، هي هيئة بهيئة، لكن هذه الهيئة اقترنت بمن؟ باللون. يعني الشمس أشبهت المرآة في كف الأشل من حيث اللون؟ نقول لا، وإنما من حيث الحركة. فاقتران الهيئة بالحركة يزيد ماذا؟ يزيد الصورة جمالا وتأثيرا في النفس. مثل هذه الصورة والشمس كالمرآة في كف الأشل قول المهلبي الوزير إلى بيت جميل. قل الشمس من مشرقها قد بدت، لا الشمس من مشرقها قد بدت، الشمس من مشرقها قد بدت مشرقة، الشمس من مشرقها قد بدت مشرقة ليس لها حاجب. مثل ما هذا كل الطرف الأول مشبه، الشمس من مشرقها بدت مثل ماذا؟ بدت كأنها بوتقة أحميت يجول فيها ذهب ذائب. يقول مثل البوتقة المسخنة وخلانا بها ذهب اسهرنا. شلون الذهب لما ينصهر بالبوتقة ويكون طبعا الذهب من ينصهر شوي يرتفع ويكون طبعا لونه براق واصفر للماء مو شكل، كذلك الشمس لما اول ما تظهر في الافق يكون لونها احمر يشبه لون الذهب، يعني مو احمر تماما، يعني احمر مخلوط باصفر يشبه لون الذهب. والذهب من يسخن ويذوب يرتفع شوي يصير بارتفاع لتماسك اجزائه، كذلك الشمس أول ما تشرق تبدأ شنو؟ ترتفع. فشبه هذا حركة الشمس حين شروقها ومع لونها طبعا بحركة الذهب مع لونه حينما يكون في بوتقة. طبعا هو هنا يعطي الفضل في حسن جمال الصورة لا إلى الذهب، وإنما يعطي يعني مو إلى اللون أقصد، وإنما يعطيه إلى الحركة. حركة الشمس في ارتفاعها بالإشراق حين الإشراق مع لونها طبعا بحركة الذهب الذائب مع لونه حينما يجول في البوتقة. فيقول هنا اللي أعطاها الحسن ليس اللون لون الذهب، وإنما هو حركة هذا الذهب. وأحيانا يجمع الشكل وهيئة الحركة كقوله كأن في غدرانها حواجبا ظلت تمط، ومن عجيب ما جمع فيه بين الشكل وهيئة الحركة قول الصنوبري كأن في غدرانها حواجبا ظلت تمط، يعني جمع هذا بين من؟ جمع بين الشكل وبين الحركة. إذن نلخص أن الجرجاني يقول في التشبيه المركب هذا اللي احنا نركبه من صور، إذا اقترن بحركة الجمال ماله، يعني لما يدينا الآن ما الصفات التي يجب توفرها في الصورة حتى تكون أجمل، طبعا الصورة المركبة، يقول هذه كلما اقترنت الصورة بالحركة ازداد جمالها، إذا اقترنت بغير الحركة لا يزداد جمالها. فهذا يعتبر ويمثل هنا بهذه كأنها بوتقة أحميت يجول فيها ذهب ذائب وإلى آخره. أظن أننا نكتفي الآن بهذا القدر، ونواصل الحديث معكم في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله سبحانه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.